يفرض على الإعلام الوطني باعتباره سلطة رابعة وواحدة من أعمدة البناء الديمقراطي والتقدم التنموي أن يكون حاضرا في قلب لا يمكن أن تعيش من الإعلام الإلكتروني لأن 80% من الإعلانات الإلكترونية تسيطر عليها ما يعرف بمجموعة الكافة. سنوات مثلا هل هذا الصحفي الذي أنشأ هذا الموقع كم من الوقت سيستمر؟ هذا السؤال نطرحه. هل سيستمر لخمس؟ يجب أن نرفعوا واحد الشكوى ديالنا واحد الملتمس ديالنا كساكنة سبتة راه حنا كنقضيو في الدخول والخروج من سبتة إلى هنا كنقضيو 5 إلى 6 إلى 7 ساعات في السيارة و3 ساعات على الأقدام والناس كبار في السن كيطيحوا تما كيوقع لهم يعني كيسخفوا كيوقع بزاف ديال المشاكل في غياب تام للصحافه معكم احترام. التنظيم الذاتي اذا كان شي مواطن مصدر من الصحافه لان هي مستقله وكيضمن لها قانون حريه الممارسه واذا تضرر شي واحد كينشط استعمال السلطه ديال الصحفي السماء ديالو في صنع الدود. هذا ماشي الدار ديالك وهذا شي واحد. هذا الدار ديال المجتمع. هذا مؤسسة هي اللي كتشرف على المسؤولية في العمل الصحفي. كنا سعداء بالمشاركة في هذا الملتقى الإعلامي الأول اللي كنضموا الجمعية المتوسطية وفي الحقيقة كانت هذه فرصة لمناقشة الموضوع الساخن على الساحة الإعلامية وهو موضوع التنظيم الذاتي وبطبيعة الحال عبرنا على مواقفنا المبدئية على أنه يجب الالتزام بالمنهجية الديمقراطية وتنظيم الانتخابات التي ينص عليها القانون والموجودة في القانون وأن نخرج من كل هذه الحلول الترقيعية بما فيها اللجنة المؤقتة التي نعتبرها غير دستورية وأن التنظيم الذاتي هو جزء من كل يعني يجب أن تكون هناك مقاربة شاملة للنهوض الحقيقي بالصحافة الوطنية والجهوية لخدمة القضايا الوطنية وذلك بالحفاظ على استقلاليتها ومصداقيتها وتعدديتها وهذا لن يتأتى إلا بما يمكن أن نسميه بفصل السلطات وابتعاد الجهاز التنفيذي عن الصحافة التي يجب أن تبقى مستقلة ويجب أن يعين فيها الجهاز التنفيذي من يسير شؤون هذه الصحافة وهذا سيخلق عجزا في استقلاليتها ومهنيتها. إذا كنا ندعو إلى تغيير القوانين وتحسين الأوضاع ولم الشمل في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنهوض بها وتأهيلها فإننا ندعو كذلك إلى عدم معالجة هذا الأمر عن طريق هذه المقاربات التي تمس بصورة البلد وبانتقاله الديمقراطي وبحريته العامة التي تأسست منذ 1958 فنتمنى أن لا يمر هذا مشروع قانون اللجنة المؤقتة وأن تتكاتف جهود جميع المهنيين من أجل النهوض بأوضاع المقاولات الصحفية والأوضاع الاجتماعية للصحفيين في المقاولات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي وشكرا لكم. اليوم أنا جيت سعيد الحضور ديالي هنا في سيطوان بهذا الملتقى الجهوي حول الصحافة والإعلام وخصوصا الصحافة الرقمية اللي بغيت نحضر فيه أن كاين فيه واحد العديد ديال الدكاترة والأساتذة اللي كانوا حاضرين في هذا الملتقى هذا باش منه أنا كنائب برلماني ناخذ واحد العديد ديال المعلومات وخصوصا ما يتعلق بمقترح قانون ديال الصحافة وهاد الإشكاليات اللي كنسمعوها حاليا وكان الوجود ديالي هنا خصوصا باش انني ندافع خصوصا في المداخله ديالي انني نتكلم على هاد الصحفيين الشباب والشابات اللي كيمتهنوا مهنه الصحافه الان ما بغيتهاش تكون فقط مهنه من اجل يعني امتصاص البطاله واحد القطاع باش يمتص البطاله فهنا بغيت دور هاد المهنيين وهاد الهيئات المهنيه لا اقليميه ولا الجهويه ولا الوطنيه ديال الصحافه يشوفوا من حال هاد الشباب والشابات اللي كيعملوا هاد المقاولات الصغيره خصهم الدعم ديالهم خصو جميع الهيئات السياسيه كذلك ولا الجهات ولا الجامعات الحضريه ولا اي مؤسسه المتواجده في كل اقليم تتعاون مع هاد الشركات او المقاولات الصغرى اللي بغيناهم انهم ينجحوا بغيناهم ان يشوفوا الامام ودعيت في هذا اللقاء هذا انهم تكون تكوينات ماشي عيب ان واحد الشاب او الشابه دخلون هذه المهنه ديال الصحافه وما كانش عنده تكوين فهذا الدور ديال الهيئات هذا الدور ديال الهيئات اللي كتدافع باسم هاد الصحفيين والصحفيات الصغار والشباب ولا الصحفيين بصفه عامه كتدافع باسمهم هنا الدور ديالهم انهم يديروا لهم دي فورماسيون يجيبوا لهم اليات الاشتغال واليات الدعم
لان ما خصنا نكونوا واقعيين ونكونوا كنتكلموا على واحد لي زاكسيون، نمشيو بالمراحل ديال الشغل، ما يمكنناش نبقاو فقط كنتكلموا على ما هو تنظيري، ما هو المشاكل الكبرى ديال الهيئات السياسيه او الهيئات الصحفيه كبيره مع بعضها. خصنا ان هاد اللقاءات بحال هادو ينظروا لهاد المقاولات الصغار والشباب اللي هما حاولوا ينخرطوا في هذا العمل هذا ديال الصحافه اللي هي عمل نبيل. وواحد لا يختلف احد ان الصحافه تلعب دور كبير خصوصا في المجالات لا السياسيه ولا الثقافيه ولا الترويج ديال جميع لا الاستثمار ولا السياحه ولا واحد العديد ديال المشاكل اللي كيثيروها الصحافه وتتم حلها عن طريق داك المواقع الصحفيه ديال الشباب وهالشابات اللي كنحسوا ان عندهم واحد الغيره. ومن هذا المنبر ديالكم كندعي ان الهيئات الصحفيه الوطنيه ولا المحليه ولا الجهويه يكون التركيز ديالهم تجويد العمل الصحفي وايجاد اليات حقيقيه لهاد الشباب والشابات من اجل الاشتغال، من اجل باش يلقاو يكون عندهم موطن ديالهم هو هذا العالم ديال الصحافه، يكون موطن امن لا من الضمان الاجتماعي ولا من الحياه العاديه ديالهم في جميع القوانين ديالهم، باش يكون عندهم العيش الكريم وكيحسوا بنفسهم انهما قاموا بواحد الدور ونجحوا فيه. نظمنا اليوم في الجمعيه المتوسطيه للصحافه الرقميه هذا الملتقى الجهوي حول الاعلام لمناقشه عدد من القضايا اللي مرتبطه بالاعلام. كانت فيها هذا الملتقى غادي يكون فيه محورين، كانت جلسه الافتتاح اليوم اللي فيها واحد كانت ديك الندوه الافتتاحيه اللي تطرقت الموضوع التنظيم الذاتي للصحافه وما يعيشه الاعلام الوطني من يعني هذا النفق اللي تخلوا نفق يعني الانتخابات وتجديد مكتب المجلس الوطني للصحافه وايضا وضع الصحفيين وصحفيات الشمال فيما يحدث. ايضا علاقه هذا الموضوع التنظيم الذاتي للصحافه بالدفاع عن قضايا الوطن بحيث ان احنا كنعتبروا ان هاد جوج المواضيع هما يعني في جدليه مع بعضهم، ما يمكنش نهضروا على صحافه ضعيفه، صحافه هشه، صحافه ماشي منظمه ذاتيا وماشي فاعله ومؤثره تكون كتدافع على قضايا الوطن. وبالتالي وجود تنظيم ذاتي قوي اللي هو المجلس الوطني للصحافه ديمقراطي يحترم موعد الانتخابات، يحترم الصحفيين والصحفيات بالوطن، هو الكفيل برفع قيمه وقوه المؤسسات الاعلاميه باختلاف احجامها، صغيره كانت متوسطه او كبيره، لان كل الجميع يعني الاعلاميين والاعلاميات مدعوون للدفاع والترافع من اجل قضايا الوطن، وما يمكنش تهضر مع مؤسسات كما بغات تكون تدافع على قضايا الوطن وهي يعني فاقد الشيء لا يعطي، يعني وهي غير مرتبطه او غير منظمه او غير يعني مؤهله للقيام بادوارها التي يجب. اذا ندوه اليوم اعتبر بانها ندوه نوعيه على اعتبار انها تناقش موضوعا حيويا الا وهو موضوع الاعلام الجهوي، وايضا علاقه هذا الاعلام الجهوي بالتنظيم الذاتي للمهنه الذي يعني حوله اليوم الكثير من النقاش في المغرب، وايضا دور هذا الاعلام الجهوي في الترافع عن قضايا المغرب. بالتالي كنا ازاء ثلاث محاور لهذه الندوة. أنا تحدثت أساسا عن الإعلام الجهوي، الطفرة التي عاشها مع الثورة الرقمية، كيف انتقلنا من إعلام جهوي من الناحية الكمية ضعيف، لا تصدر الصحف في الجهات المغربية، كانت يعني قبل 25 سنة أو 20 سنة وقبل هذه الثورة الرقمية إلا كل ثلاثة أشهر لم تكن هناك يعني صحف جهوية منتظمة إلا في بعض الجهات مثل جهة طنجة نظرا لإرث تاريخي دولي لمدينة طنجة. بالتالي هذه الثورة الرقمية منحت لنا لنقول ثورة كمية فيما يخص ظهور صحف إلكترونية ورقمية يعني في عدة جهات من المغرب، لكن هذا التطور الرقمي خلق لنا إشكالية النموذج الاقتصادي لهذه المقاولات الصحفية الصغرى، على اعتبار أن هذه المقاولات لا يديرها إلا صحفي واحد أو صحفيين أو ما يصطلح عليه في الغرب بصحفي البيجامة، أي ذلك الصحفي الذي يشتغل من منزله وهو مرتدي للبيجامة، معنى أنه لا يذهب إلى مقر العمل. مقر العمل يعني مقاولة منظمة لها إدارة، لها قسم تجاري، ولها صحفيين يعني ببطائق مهنية، بل هذا الصحفي يشتغل لحسابه الخاص وربما لا يدفع لنفسه يعني تعويضات لصناديق التقاعد بطبيعة الحال. هذا يخلق لنا هشاشة مهنية في هذه الصحافة الجهوية. إذا تجاوزنا
مرحلة عدم وجود صحافة جهوية إلى وجود صحافة جهوية بكثرة، وصرنا نعاني من بعض السمنة في الصحافة الجهوية وأيضا في الهشاشة. وبالتالي السؤال هو ما العمل اليوم؟ هل على الهيئات المهنية لنقول الكلاسيكية التي تتواجد منذ عقود في هذه المهنة أن تغض الطرف عن هذا النوع من الصحافة، أم عليها أن تقوم بتأطير هؤلاء الصحفيين وأن تقوم بإعادة تكوينهم، لأنهم يأتون من حقول معرفية ليست بالضرورة لها علاقة بقطاع الإعلام، وبالتالي كتابة الخبر تشوبها مجموعة من الشوائب. نفس الشيء بالنسبة للغة العربية، أحيانا تكون لغة غير سليمة، هذا يخلق جو من ضعف أسلوب الكتابة الصحفية في المغرب. هناك الكثير من النقاشات حول الصحافة الجهوية، ارتبط هذا النقاش وهذه الثورة الرقمية باتخاذ المغرب يعني توجه، ألا وهو توجه التنظيم الذاتي للمهنة عن طريق المجلس الوطني للصحافة، لكن اليوم نرى بأن هناك نقاش كبير ما بين المهنيين إزاء التجربة الأولى لهذا المجلس، بين من يدافع عن ضرورة إجراء انتخابات وفق ما تنص عليه القانون أو ينص عليه القانون، وهناك من يدعو إلى إنشاء لجنة مؤقتة يعني تقوم بتدبير مرحلة غير واضحة المعالم، مرحلة لنقول ضبابية. إذن هناك اليوم نقاش وجدل كبير يرافق العمل الإعلامي مرتبط بهذا الموضوع، ويؤثر أيضا على الإعلام الجهوي، لأنه يجب أن تصرف الجهود اليوم لتنظيم المهنة والارتقاء بها، وأيضا لتأطير هذا الإعلام الجهوي الذي تضخم بسبب الثورة الرقمية والتكنولوجيا التي عشناها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.